أكيد حكيت له، حكيت له لخليل كمان، أكيد حكيت له، حكيت لهم كلهم، حكيت لهم كلهم. إيه بدك شوفي؟ طولت القصة، رايح جيبها، بدي أقتلها وبركي فخ. لا تكون غبي ويكون فخ، يا بموتها يا بموت. مسيك خير يا شو، ملينا طالعين فتلة بالسيارة. والله ما بقدر، المعلم عصمت مشدد علي، ممنوع تتحركوا. بالله عن جد ليش ولا مراء؟ شو نحن مساجين؟ ها؟ كرمالك عم نحميك، نحن بتهمنا راحتكم، منخاف على حياتكم. شو زبطوا على قياسك؟ زبطوا، شكراً كتير. فيك تنقي يلي بيعجبك. مالي خلق هدول مناح. تعرفي تمشي حالك. ما عم صدق يا شباب، عم يصير معنا شغلات كتير غريبة. ليش ما بتخبروني لما بتتعرضوا للخطر؟ شو هدا يا؟ هدول جديين؟ جديين لدرجة إنه خطفوا واحدة بدال ميرنا وما اهتموا. يوسف لازم أحكي مع جولانار. لا، مين هي؟ اختبر ضاع. هي البنت اللي انخطفت؟ الله يوفقك يوسف، لازم أحكي معها، ساعدتني وخطفت بدالي، ضروري حاكيها. بكفيهم اللي شافوه من ورانا، عرضوا حياتهم للخطر وهنن أساساً ما عاد بدنيانا. بس أنا ايه خلصنا بقى أختي، مثل ما عمل لك بعدي عنه وخلص. شو كان اسمها؟ جولانار. ما جولانار؟ ايه. شو قالت؟ ما حكيت لكم شي؟ ما عرفتوا كيف كانوا عم يعملوها وكيف تركوها بسرعة؟ وبعدين اللي وصلوها غير عالم، معناها هدول ما عم يشتغلوا لوحدهم. مشكلة مو سهلة. يلا يلا تفضلوا كلوا. مين لعب لي بموبايلي؟ مين مسح رقم خليل؟ أنا. وهلأ كيف بدي أحكي مع ميرنا؟ جولانار هدول لازم ننساهن، ميرنا قصتها انتهت. إذا بشغلة بسيطة هيك صار فينا، لكن ميرنا شو تعمل؟ عم يهددوا حياتها. هاي البنت جنت، مفكرة شغلة ميرنا صغيرة؟ مفكرة حالها بمجلس الأمن. عم تمشوا على مبدأ بعيد عن الشر وغني له. أنت اللي خبيت القصة عن الشرطة، شو بدنا نعمل؟ أنت عملت اللي عليك لما خبرت أبوها. أنا رايحة تأخرت. استني رايح معك.
رح يوصلك على المدرسة. شي مو معقول، ما في داعي لتعمل هيك. لا في داعي، في داعي. نحن لازم نكون كتير حريصين، وخاصة بعد اللي شفناه من هدول الناس، وخصوصي انت. وبس تخلصي مدرسة بترجعي دغري على البيت، لا تتمشي مع رفقاتك، وإذا حسيتي بخطر لا ساعدوني يا شرطة، الحقوني. ايه لا تهتمي. لشو المسخرة؟ ما بيكفينا اللي شفناه؟ بدك تزيديها علينا؟ يلا تأخرنا. هاي صهري معي ما بيكفي؟ يعني بركي بدكن تجيبولنا كم باديغارد؟ أأمن مو هيك؟ يلا مشي مشي.